عيش ما شئت، عيش بقدر ما شئت، عيش 100 عام 200 عام أو زيد على ذلك قليلا. شجع من الفرق ما شئت، بإمكانك أن تغير الفريق كل موسم وكل سنة، لكنك لن ترى أبدا قميص فريقك يترصع ب15 نجمة أوروبية إلا إن كنت تشجع ريال مدريد. هلا مدريد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأفاضل في كل مكان في كل بيت في كل شبر من ربوع هذا الوطن الحبيب، نحييكم ونرحب بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم الفريق الدولي. هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما وأبدا عبر قناة الهداف ليحدثكم عن كرة القدم الدولية بكل احترافية وموضوعية وشفافية. كالعادة ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاتو، يتقدمهم المونديالي محمد قاسي السعيد لاعب دولي سابق محلل قناة الهداف. أهلا وسهلا بك عمي محمد. مساء النور محمد، الله يخرج على خير اليوم على مين وميدو. ميدو نور الدين بكبير الصحفي المحبوب، أهلا وسهلا بك ميدو. السلام عليكم. لقب الخامس عشر. عشر. ونص من عشرة جدد. 15 لقب و15 لقب في تاريخه، 6 ألقاب في آخر 10 سنوات. رقم كبير وكبير جدا بالنسبة لريال مدريد، ولو أنه لا جديد يعاد، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد بالنسبة لريال مدريد في دوري الأبطال. نعم، إذن ريال مدريد يصطاد النجمة 15 برأس كارفاخال وقدم فينيسيوس. نرحب أيضا بالزميل محمد لامين بن شابير ناقد رياضي المعروف والمناصر الوفي لنادي ريال مدريد. أتحفتنا بهذه المقدمة أمين، لا شك بأنك سعيد جدا وتتمنى المزيد. أكيد. الآن انتهينا من 15، الآن الأعين ستكون على كأس أو كأس السوبر الأوروبي. ريال مدريد سيواجه رسميا نادي أتلانتا الإيطالي، نرغب بشدة في التتويج بهذا اللقب. بعدها وبعد قدوم كيليان مبابي سنرغب أيضا في تحقيق 16. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأكارم، مجدد التحية والترحيب بكم في عدد اليوم الذي سنخصصه حصرا للحديث عن النهائي الحلم، عن نهائي لندن الذي انتهى منذ قليل بتتويج ريال مدريد بلقب كأس دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه أمام نادي بوريسيا دورتموند الذي لم يقصر في هذه المواجهة، وكان الند للند أمام العملاق الميرينجي، ولكنه في الأخير فوض أمره وترك الكأس لعاشقها النادي الملكي الذي لا يفرط فيها، كل عام يربحها، في كل سنة تجد الريال يتنافس عليها. ريال مدريد وكأس دوري أبطال أوروبا قصة عشق لن تنتهي اليوم ولا غدا. ريال مدريد الذي يعني فاز بهذا اللقب إلى حد الثمالة، كل موسم يفوز الريال بهذه الكأس. قاسي سعيد، شاهدنا اليوم مباراة كبيرة بين كبيرين، ولكن ربما كرة القدم لم تكن عادلة في ربع ساعة في الربع ساعة الأخير، لا سيما أن بوريسيا دورتموند يعني سيطر وتقدم وهدد وسدد وقارب وفعل كل شيء من أجل أن يفوز بهذه الكأس، ولكنه لم يستطع التسجيل. ثم في كرة ثابتة القصيرة المكير كارفاخال يصطاد بوريسيا دورتموند برأسية محكمة، وبعدها جاء الهدف الثاني فكان الانهيار. وهذا واحد حظ الفرق الكبار محمد. ريال مدريد فريق كبير، كاين قصة غرامية ما بين هذا الفريق ورابطة الأبطال. تكلمت على كارفاخال، يعني تصور كارفاخال تقمص شخصية راموس اليوم، نقول أكثر، نقول واحد من أحسن رأس حربة في العالم، يعني الرأسية دياله مدافع. نعم. يلعب رأسية كيما هذيك، نقول بلي حاجة كبيرة. اليوم دورتموند لعب وسيطر، الريال يسجل. دورتموند يلعب وسيطر ولكن الريال دائما يسجل. الحظ كان من جهة الريال، ولو اليوم دورتموند أدى مقابلة نظن بلي هي أحسن مقابلة تاعو في هذا الموسم، مقابلة كبيرة، ولكن لعب أمام خصم اللي يعشق هذا المنافسة اللي هي رابطة الأبطال. ريال مدريد اليوم يبرهن مرة أخرى بأنه فريق كبير في العالم، ما نقولش إلا في أوروبا، وكما قال أخونا لامين اليوم يخرج صدره مليح لامين، يشوف فيه يعني فرحان.
راح يوجد روحهم من ريال مدريد لكاس 16-10 ان شاء الله ان شاء الله. نعم ميدو، كيف تابعت هذا اللقاء وهل حزنت لخسارة بوروسيا دورتموند لا سيما انه كان قريبا من التسجيل في الشوط الاول؟ لا ما نحزنش، هذه مباراة نهائية كرة قدم، لكن اعتقد بان الامور كانت واضحة منذ البداية. الفريق اللي ضيع هذاك الكم من الفرص في نهائي في الشوط اول دخل بقوة بوروسيا دورتموند، ضغط خاصة في الشوط الاول، شوط اول ولا فرصة بالنسبة لريال مدريد طيلة 45 دقيقة. جاءت بوروسيا دورتموند بون لاكسيون لا بلو نت اسكوري كانت وجه لوجه تاع كريم اديمي لما انفرد خرج ما كاش وداي التسلل، خرج وجه لوجه مع كارفاخال وكان دار لو باسمون جومب ديالو داروا على الجهة اليسرى، وين هنا ايضا في هذيك اللقطة باش نتحدثوا شويه كرة قدم في نوهو بدور كورتوا كيفاش قعد سور لي زابوي طري لو مومون وكانه هو اللي دفع اديمي ياخذ هذاك القرار، لانه ممكن لو كان حارس اخر كان ممكن انه سريعا يروح للارض فيت في نو كارفاخ الحارس تيبو كورتوا بقى واقف لاطول مده ممكنه وفرفش اديمي يعني تقريبا بعثر له التركيز ديالو خلاه انه يقوم بالمراوغه هذيك لو باسمون جومب كان شويه تري ماشي شويه بزاف تري لون بارابور لي زابي ديالو بارابور بي دابي ديالو. كانت ايضا فيه لقطه فول كروغ ولو انه كانت ستصفر تسلل قد فت صابيتزار. بعدها في الشوط الثاني ايضا لقطه فول كروغ قبل الهدف بعشر دقائق راسيه اللي تصدى لها تيبو كورتوا لما تضيع امام ريال مدريد كل هذه الفرص اكيد انك ستدفع ثمن، لانه سي با لا ميم كاليتي دي دو كوتي ريال مدريد في الشق الهجومي. هاي لقطه اديمي تري بون كاليتي تكنيك يعني فرصه واحده يقدروا يسجلوا، بينما انت ما عندكش نفس تا با لا ميم كاليتي تكنيك بارابور لي زاتاكون تاع ريال مدريد، لذلك دوميني باغاني واللي ضيع يخسر. تاريخ عظيم وارقام استثنائيه وخرافيه يحققها ريال مدريد في مسابقه دوري ابطال اوروبا. تخيلوا تاريخيا ريال مدريد هو اكثر من شارك في هذه الكاس، اكثر من لعب مباريات، اكثر من فاز، اكثر من سجل، اكثر من لعب دور ربع النهائي، اكثر من لعب دور نصف النهائي، اكثر من لعب النهائي، واكثر من فاز باللقب. اعطيكم بعض الارقام لريال مدريد الذي يعتبر كبير قاره اوروبا ويسيطر عليها ويتزعمها منذ زمن طويل. كارلو انشيلوتي يحقق دوري الابطال للمره الخامسه في تاريخه اكثر من اي مدرب اخر. المستر كارلو اليوم كان هادئا ولم يتعصب واستمع لنصائح ابنه البار وعرف من اين تؤكل الكتف في الربع ساعه الاخير. فلورنتينو بيريز يحقق دوري ابطال اوروبا للمرة السابعة في تاريخه كأكثر رئيس فريق يحقق هذه الكأس. لوكا مودريتش وناتشو أكثر لاعبان حققوا بطولات في تاريخ ريال مدريد، 26 لقب لهذين اللاعبين. جود بيلينغهام حققها أول مرة. توني كروس يحقق دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه متفوقا على برشلونة. نعم متفوقا على برشلونة. نعم. هو وناتشو وأيضا ومودريتش كارفاخال ومودريتش. نعم. ست ألقاب لكل لاعب منهم. برشلونة بتاريخه العريق والكبير لديه خمس ألقاب فقط. روديغار حققها لثاني مرة في مسيرته بعد لقب 2002 لا مع تشيلسي. نعم مع تشيلسي 2021 2022 بايرن ميونخ. نعم. وفينيسيوس حقق البطولة 12 مع نادي ريال مدريد. فينيسيوس الذي كان اليوم سما قاتلا في دفاعات بوروسيا دورتموند. هذه بعض الأرقام. أمين قل ما شئت، لا أريد أن أطرح عليك أي سؤال، تفضل. الآن سأرد على قاسي سعيد وعلى ميدو في نقطة معينة وهي أنه الأحسن لم يفوز. لا أبدا، الأحسن كريال مدريد في كل المستويات. صحيح أنه في الشوط الأول ريال مدريد تحمل بعضا من ضغط بوروسيا دورتموند، ولكن هذه حسب رأيي كانت خطة مدروسة من الداهية كارلو أنشيلوتي، لأنه يعلم أنه الرهان في هذه المباراة سيكون على أولا عامل الخبرة، ثانيا العامل البدني. يعلم جيدا أن حماس شباب بوروسيا دورتموند سيتسبب في اندفاعهم بدنيا واندفاعهم نحو الهجوم منذ الدقيقة الأولى، هذا سيحمل عليهم عبئا بدنيا إضافيا. في الشوط الثاني يعلم جيدا أن ريال مدريد سيكون أحسن من الجانب البدني،
ريال مدريد بفضل خبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات النهائية سيسير المباراة والشوط الثاني خصوصا بالطريقة المثلى، وهو ما حدث. هدف كارفاخال الذي أتى في وقت رائع ورائع جدا في الدقيقة 75 أو 76، بعدها الهدف الثاني من فينيسيوس أتى في أمثل دقيقة في الوقت الذي كان بوروسيا دورتموند يبحث فيه عن هدف تعادل، تعرض لهدف قاتل من كارفاخال. لكن سأعطيك بعض الإحصائيات. لماذا لا تعترف أمين بأن بوروسيا دورتموند كان الأقرب وكان الأخطر وربما كان الأحق بالفوز بهذه الكأس نظرا لما قدمه في مجمل هذه المباراة؟ نعم. ريال مدريد لم يلعب إلا ربع ساعة الأخير. هذا أشكرك على التعبير الإنشائي، ولكن علينا أن نلتزم بالحقائق والإحصائيات. نعود إلى الحقائق والإحصائيات. التسديدات بالمجمل 13 لبوروسيا دورتموند، 13 لريال مدريد. التسديدات داخل الإطار 4 لبوروسيا دورتموند، 6 لريال مدريد. بوسيشن الاستحواذ 42% لبوروسيا دورتموند، 58% لريال مدريد. التمريرات 403 لبوروسيا دورتموند، 549 لريال مدريد. الأهداف 2 لريال مدريد، 0 لبوروسيا دورتموند. الألقاب 15 لريال مدريد، 1 لبوروسيا دورتموند. نعم. كان لديك أي تعبير إنشائي آخر؟ وكما يقال لا، ليس تعبير إنشائي، لكن أمن ما بعد الحق إلا الضلال. تفضل. نأمن. اسمح لي، أنت أعطيتنا بعض الأرقام والعملية الاستحواذ على الكرة، ولكن يا أمين بالله عليك، من كان الأخطر في هذه المواجهة؟ من وصل أكثر إلى المرمى؟ ريال مدريد. من هدد ريال مدريد؟ الإحصائيات. خلاص، إذا قلت ريال مدريد، ريال مدريد. نعم. خلاص، لم نشاهد نفس المباراة. لم تشاهد المباراة. هل توافقه قاسي سعيد على ما يقول؟ كذبوا الإحصائيات. مصدق محمد شيخي، كعندنا محللين آخرين. صديقي وأخي. نعم. ونصدقك. أمين. في كلش في هذه ما قدرش نصدقك. أمين. أمين. أرقام أنا شاهدت بوروسيا دورتموند، مبروك عليكم اللقب رقم 15، ولكن أنا شاهدت بوروسيا دورتموند الأكثر جرأة، الأكثر اقترابا من المرمى، الأخطر في الشوط الأول. ريال مدريد لم يلعب إلا الربع ساعة الأخير. نهنئكم على هذا الفوز، ولكن ربع ساعة الأخيرة تكفي من أجل حسم اللقب. ولكن لا يمكن أن نبخس حق بوروسيا دورتموند. حق نستمع لقاسي سعيد. من كان الأخطر؟